السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على عرب درويد. إذا في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح برنامج كامتازيا وطريقة المونتاج على هذا البرنامج وجميع المعلومات تقريبا حول هذا البرنامج، وأنا أستخدم برنامج كامتازيا 9. إذا لنبدأ على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد على عرب درويد. إذا كما وعدتكم في السابق في سلسلة طور قناتك أنني سوف أقوم بشرح برنامج كامتازيا 9 وليس 8. إذا أول رابط تحميل البرنامج هو أسفل الفيديو، أما فيما يخص تفعيله فهذا أمر عائد إليك، يمكنك البحث عن في اليوتيوب عن تفعيله. إذا أول شيء تقوم به عند بداية أي مونتاج، يعني عند بداية العمل على كامتازيا، يجب عليك أن تقوم بإحضار الملفات التي سوف تحتاجها. أنا شخصيا أضعها في ملفات، كل ملف أضع بروجي، يعني رقم واحد رقم اثنان حسب عدد الفيديوهات التي أريد إنشائها. مثلا لدينا هذا الفيديو الذي سوف أقوم به على شكل تجربة فقط وليس فيديو. إذا كما نلاحظ هنا مقطع صوتي، وهنا الفيديو الذي سجلته على الهاتف. المقطع الصوتي قمت بتسجيله على برنامج أوداسيتي، وأيضا على الفيديو الذي قمت بتسجيله على الهاتف فيه مقطع صوتي سوف أقوم بمزجهما معا. ثاني شيء سوف احتاج الى خلفية يعني باك جراوند للفيديو. كيف تقوم بذلك؟ باستخدام الفوتوشوب. لدي برنامج فوتوشوب CC 2017، ايضا يمكنكم تحميله من رابط اسفل الفيديو، لكن فيما يخص تفعيل فهذا الامر عائد اليكم. اذا بعد الدخول الى برنامج ادوب فوتوشوب تضغط على فايل ثم نيو، ثم بعد ذلك اقوم باطفاء الصوت، ثم بعد ذلك تقوم باختيار برنامج او اسم لعنوان، مثلا باك جراوند، ثم بعد ذلك تختار هنا البيكسل. أنصحك هنا ب 1280، يعني حجم الفيديو لكي يكون بدقة الـ HD، ثم هنا 720، وهذا أمر جيد بالنسبة للأشخاص الذين لديهم قنوات لكي يظهر الفيديو شامل على الشاشة. إذا بعد ذلك تضغط على OK، ثم هذه كخلفية يمكننا أن نحفظها باللون الأبيض الذي سوف تظهر عليه، أو يمكننا القيام ببعض التعديلات عليها. إذا سوف أقوم فقط ببعض التعديلات أمامكم وبسرعة لن أشرحها. إذا كما نلاحظ هذه الخلفية التي سوف أضعها للفيديو، تضغط على بعد الانتهاء منها تضغط على فايل، ثم تضغط على سيف أز، ثم كما نلاحظ سوف تضع لها عنوان مثلا باك جراوند، ثم هنا تختار هذا الخيار جي بي إي جي، ثم تضغط على ملف الذي برو 1 الذي نستخدمه، ثم تضغط على انغوجستري، ثم أوكي وسوف يتم حفظه. إذا نخرج من برنامج الفوتوشوب، لكن ضروري جدا أن تقوم باستخدام برنامج الفوتوشوب، هذه فقط كبداية. إذا بعد ذلك نقوم بفتح برنامج الكامتازيا 9 وليس 8 كما أخبرتكم في البداية، ثم بعد ذلك سوف نستكمل. إذا كما نلاحظ هنا لدينا برنامج الكامتازيا 9. إذا كل شخص سوف يستخدم هذا البرنامج بطريقته الخاصة وفي المونتاج الخاص به، فأنا أريكم فقط الطريقة التي أستخدمها شخصيا وأعطيكم بعض الأساسيات. إذا هنا لدينا نيو بروجكت، يعني إذا كان لديك الفيديو جاهز وتريد التعديل عليه. هنا لدينا نيو ريكوردينج، إذا أردت أن تقوم بتصوير سطح المكتب تضغط على نيو ريكوردينج، أو أوبن بروجكت إذا كنت قد سبق وأن قمت بالبدء في عمل أو بروجكت وتريد أن تقوم باستكماله. إذا سوف نضغط على نيو بروجكت، هذا ما أقوم به أنا شخصيا، ثم سوف نبدأ بالاشتغال على هذا على مشروع جديد. إذا بعد الدخول إلى كامتازيا أول شيء يجب عليك أن تقوم به هو تذهب إلى Edit، ثم Preference هنا في الأسفل، ثم بعد ذلك تختار تقوم بالذهاب إلى Canvas، ثم ضروري جدا أن تقوم باختيار 720 HD، أو يمكنك أيضا اختيار الحجم الذي تريده، لكن أنصحك ب 720 HD، ثم هنا 1280 720، وهذا سوف يتم تحديده تلقائيا، ثم تضغط على أوكي، ثم تقوم بإغلاق كامتازيا وتشغيلها. أنا شخصيا قد سبق وأن قمت بها، لذلك لن أشغل ذلك من جديد. إذا كما نلاحظ هنا على الجانب الأيسر لدي مجموعة من الأدوات التي أستخدمها. فيما يخص الميديا، هنا الملفات التي سوف أضيفها، سأضغط على Import Media أو أضغط على علامة الزائد ثم Import Media. هنا على جانبها لدي المكتبة، في هذه المكتبة سوف تجد المجموعة من الخيارات،
وأيضا من الإضافات التي يمكنك أيضا مثلا إذا أردت أن تقوم بوضع عنوان في الفيديو، هنا أيضا مجموعة من الإضافات التي سوف تمكنك من ذلك ومجموعة كبيرة من الخيارات. كما يمكنك الذهاب إلى موقع كامتازيا وسوف تجد أيضا مجموعة كبيرة من هذه الخيارات. هنا فيما يخص annotation، فيما يخص annotation هنا التكست إذا ما أردت أن تضيف التكست، هنا فيما يخص style تضغط على all لكي يظهر جميع التكست الموجودة هنا، هنا إذا أردت إضافة سهم للفيديو، هنا إذا أردت أن تقوم بوضع مربع، هنا إذا أردت أن تقوم بتضبيب يعني منطقة من الفيديو لا تريد لأي شخص أن يراها، هنا مجموعة من الخيارات الأخرى. هنا translation أجل كذلك translation، في هذا الخيار يمكنك الانتقال بين فيديو وفيديو أو بين صورة وصورة أو بين فيديو وصورة، كما نلاحظ عند بداية الشعار الخاص ب أو الانترو الخاص بالقناة والانتقال إلى الفيديو الشرح، فسوف تجد هناك تغير واختلاف وانتقال بطريقة جميلة جدا. إذا الفيديو سوف يكون طويل لذلك أتمنى أن تشاهدوا لأني سوف أشرح تقريبا كل شيء. هنا لدينا هذا الخيار أيضا فيما يخص الكتابة، الكتابة مثلا أو الصورة أيضا كيف تدخل الكتابة، إذا وضعت مثلا الماوس عليه سوف يظهر لك كيف تدخل الكتابة وسوف أشرح هذا عند بداية الشرح. هنا animation فيما يخص الزوم، هذا يخص الزوم فقط تقريب والتبعيد فقط. هنا إذا كنت قد سجلت الفيديو باستخدام كامتازيا فسوف يمكنك إضافة هذا الخيار وهو خيار إظهار هذه الدائرة حول الماوس. هنا voice narration إذا كنت قد سجلت فيديو بدون صوت تريد إضافة الصوت عليه، كل ما عليك هو أن تضغط على تقوم بإضافة الفيديو هنا في الخيار في الأسفل، ثم تضغط على star voice recording وسوف يبدأ بالتسجيل. هنا audio effect لإضافة مجموعة من التأثيرات على الفيديو مثلا على الصوت، إذا أردت مثلا أن تقوم بإزالة noise أو ما يسمى بمجموعة من الأصوات الغير مرغوبة فقط اختار هذا الخيار. هنا أيضا visual effect إذا ما أردت أن تضيف shadow يعني ظل لهاتفك يمكنك أن تقوم بتسريع الفيديو كما شاهدتم في البداية عندما سرعت فقرة الخاصة بإعداد الباكجراوند لهذا الفيديو. إذا نرجع إلى ميديا ثم بعد ذلك ميديا بين هنا في الأعلى، ثم تضغط على import file كما قلت يمكنكم الضغط على علامة الزائد ثم import file. كما نلاحظ ذهبت مباشرة إلى Pro 1 وهو الملف الموجود في كل ما سوف أحتاجه. إذا أقوم باختيار كل شيء ثم أضغط على أوفغير. إذا أنا شخصيا لم تعمل معي الصورة التي قمت بتحميلها لذلك لا بأس، لدي مجموعة من الصور الأخرى التي قمت بحفظها على ملف على حاسوبي وهو في ملف أرب درويد. إذا أختار مثلا هذا الهاتف وهو نيكسوس 6P ثم أضغط على أوفغير وسوف يتم فتح الهاتف بدون أي مشكل. إذا أول شيء سوف أقوم بإضافة الباك جراوند وذلك بالضغط عليها وسحبها إلى الأسفل كما نلاحظ هنا. إذا قمنا بإضافة الباك جراوند وكما نلاحظ فالمقاسات هي نفسها لأنني في الفوتوشوب قمت بتحديد 720 × 1280. بعد ذلك أضيف الهاتف كما نلاحظ هنا وأيضا هو سوف يأتي في المنتصف، فأنا شخصيا قمت بوضعه استخدمت الفوتوشوب نفس الطريقة ووضعته في المنتصف كما نلاحظ. الآن أقوم أيضا فوق ذلك يمكنني أن الانتقال من الأسفل إلى الأعلى عبر تمرير الماوس هكذا أو هنا سهم في الأسفل. أقوم بإضافة الفيديو الذي أريد أن أضعه مثلا، الآن أريد أن أقوم بتحريك الفيديو. هنا لدي آخر نسخة من كامتازيا 9، هناك نسخة سابقة كنت فقط أقوم بالضغط على هذا المؤشر يمكنني السحب، لكن الآن يقوم بتصغير الفيديو بالكامل، لذلك كيف أتجاوز هذا؟ أريد فقط أن أسحب من الأسفل، أضغط على Shift والتي هي بجانب القفل إلى اليسار في أسفل القفل، تضغط على Shift ثم تضغط على الجانب الأسفل بالماوس ثم تقوم بالسحب إلى الأعلى كما نلاحظ يتم السحب حتى أضعه في المكان الذي أريده. وهذا بالنسبة للأشخاص الكثيرين الذين يسألونني عن كيف أضع الفيديو في الهاتف أو في قالب الهاتف كما نلاحظ. ثم في الأعلى كذلك Shift ثم أضغط بالسهم ثم أقوم بإنزاله حتى المكان الذي أريد وضعه. إذا أتمنى أن تقوموا بأخذ الأساسيات وليس أن تقوموا بما أقوم به شخصيا، قم بفهم كيف يتعامل هذا البرنامج ثم نفس الطريقة Shift ثم هكذا استمر بالضغط على Shift وقم بتغيير أي شيء تريده. مثلا هذا هو الشكل الأساسي، إذا أردت أن أقوم بالتأكد من أنه كذلك أنزل إلى الملفات التي قمت بإضافتها، قم بسحب مثلا الهاتف حتى نهاية الفيديو كذلك الباك جراوند كما نلاحظ سحبت كل شيء. الآن كيف أتأكد بأن الهاتف في مكانه؟ أقوم بالضغط على علامة اليد هنا، لماذا؟ لأنني حتى وإن ضغط حركت لن أحرك أي شيء، فقط الفيديو بالكامل أو شاشة التعديل بالكامل لن أقوم بالتعديل. أما فيما يخص السهم
فسوف تقوم بتحريك شيء واحد فقط وهو الذي تضع عليه السهم. إذا سوف نعود فيما يخص هنا بعض الإعدادات، وهي هنا الرجوع يعني تقوم بالعودة إلى الخلف، هنا فيما يخص إذا أردت قطع فيديو، هنا فيما يخص إذا أردت نسخ مقطع، يعني مثلا سوف نقوم باختيار هذا الخيار. إذا قمت بالضغط على قطع سوف يتم إزالته بشكل كامل كما سوف نلاحظون. مثلا لدي هذه في بداية الفيديو لدي هذه المنطقة بدون صوت، يعني بدون أي شيء، سوف أقوم بتحديدها كاملة إلى هذا الشكل. سوف أقوم بتكبير كما نلاحظون، ثم كما نلاحظ كل ما علي هو أن أضغط على علامة المقص. سوف يتم إزالة كل شيء كما نلاحظ، تم إزالة كل شيء، وسوف نبدأ الفيديو من بدايته. كما يمكنك أيضا أن تقوم بالنسخ، كما يمكنك أن تقوم مثلا إذا قمت بإزالة ذلك عبر قطعه يمكن إضافته الآن عبر لصقه. كل ما علي هو الضغط على علامة اللصق وسوف يظهر في الأعلى، ثم يمكنني أن أقوم بسحبه إلى الأسفل. إذا سوف أقوم بمسح ما أضفته بالضغط على علامة سبريمي أو ديليت. كل ما عليك هو اختيار أي شيء ثم تضغط على ديليت وسوف يتم مسحه. سوف نقوم بتصغير الفيديو هكذا. الآن كما قلت لكم نعود إلى تحديد مكان الفيديو أو التسجيل داخل الهاتف بالضغط. إذا تضغط على علامة اليد ثم تقوم بالتقريب باستخدام الفأرة في الوسط، تلك الدائرة في الوسط الفأرة التي تقوم بالتكبير والتصغير، ثم تضغط على السهم، ثم بعد ذلك سوف تقوم باختيار الهاتف أو الفيديو التسجيل الصوتي هنا في الأسفل. ثم الآن يمكنك أن تقوم بالضغط على شيفت، دائما اضغط على الشيفت، ثم سوف أقوم بتحديده لكي يأتي في المنتصف أو على جنبات الهاتف كما نلاحظ، ثم أضغط في أي مكان فارغ، ثم كما نلاحظ فهو يعمل بشكل جيد. أرجع وأستخدم اليد للتحريك إلى الأعلى بدون أن أقوم بتحريك التسجيل، ثم أيضا السهم مجددا، ثم أختار التسجيل الذي قمت به، ثم شيفت، دائما شيفت، لا تنسى الشيفت، ثم أقوم بتحديده، وهكذا حتى تنتهي من التحديد. الآن يمكنك استخدام الدائرة الموجودة في الماوس لكي تقوم بتصغير الشكل، ثم اليد لكي تقوم بوضعه في الوسط، وهكذا قمنا بوضعه في الوسط وقمنا بالتحديد عليه بشكل جيد جدا. إذا هذا الأمر الأول، كيف أضع الفيديو. الآن سوف ننتقل مباشرة إلى كيف أقوم بموازنة الصوت مع الفيديو. إذا كما نلاحظ هذا هو التسجيل الصوتي الذي قمت باستخدام Audacity، يعني أفضل من التسجيل الذي قمت به على الهاتف. كما نلاحظ أقوم بإنزاله إلى الأسفل. إذا ما لاحظتم هنا فلدينا نفس الصوت، يعني هذا الصوت الموجود هنا هو هذا الموجود هنا، إلا أن هذا قمت بتسجيله بالهاتف وهذا قمت بتسجيله باستخدام Audacity وهو البرنامج الذي أستخدمه في التسجيل. إذا ما أردت يجب علي أن أضعهما في نفس السياق. كيف ذلك؟ أول شيء أقوم به هو أقوم بوضع المؤشر الوقت على بداية الصوت كما نلاحظ هنا، ثم بعد ذلك تختار هذا الخيار. هذا الخيار يقوم بتقسيم الصوت، ليس الصوت بالضبط بل اللاير، يعني هذه المنطقة أو التراك كما هنا في كامتازيا. كما نلاحظ أصبح لدي قسمين، أقوم بالضغط على هذا القسم الذي لا أريده ثم أضغط على الديليت في الكيبورد، ثم أقوم بسحب هذا إلى الجانب. أتمنى أن يكون هذا مفهوما. ثم أعيد المؤقت إلى البداية، ثم أقوم بتكبير المنطقة كما نلاحظ لكي ألاحظ البداية. كما نلاحظ أقوم أيضا بتقطيعه مجددا من هنا، أضغط على علامة كما في الأول ثم أقوم بمسح هذا الخيار، ثم أقوم بسحبه لكي يأتي مع بداية الفيديو كما نلاحظ هنا. إذا قمنا بتشغيل الفيديو فتقريبا نفس القياس. الآن أقوم بالذهاب إلى بدايته باستخدام المؤقت، أقوم بالسحب من اللون الأخضر هكذا، ثم أقوم بقطع كل شيء لكي يبدأ الفيديو. الآن ليس لدي مشكل في الصوت، أقوم بإزالة هذا الصوت. كيف ذلك؟ تضغط على التسجيل الذي قمنا بالتسجيل، ثم تذهب إلى الجانب الأيمن في Property، إذا لم تكن هذا الخيار تضغط على Property، ثم تذهب إلى الصوت هنا، ثم تنزله إلى إلى الصفر. فيما يخص هذا الصوت فهو منخفض، يعني الصوت الذي قمنا بتسجيله عبر الحاسوب فهو منخفض كثيرا. كيف أقوم برفع الصوت؟ كل ما عليك هو أيضا أن تقوم باختيار هذا المقطع الصوتي، ثم تضغط على Property هنا، ثم يمكنك رفعه من هنا، لكن ليس هذا الهدف، بل يجب عليك رفعه من هذا الشريط الأخضر. كما نلاحظ يمكنك رفعه إلى أقصى مدى لكي يقوم أي مشاهد كيفما كان لديه الهاتف الحاسوب يمكنه أن ينصت لهذا الفيديو بدون أي مشكل في الصوت.
الآن لابد أن في الصوت مجموعة من التشويش، يعني فيه تشويش كبير جدا، لذلك سوف أقوم بإزالة هذا التشويش. كيف ذلك؟ أضغط على More هنا، ثم تختار Audio Effects، ثم تختار Noise Removal، ثم تضغط عليه، تقوم بسحبه إلى الصوت الذي نريد إزالة منه التشويش. إذن أتمنى أن يكون هذا كله مفهوما. ثم تبدأ باللعب بالإعدادات. أولا تضغط على Analyze لكي يقوم بشكل أوتوماتيكي بإزالة تلك الأصوات المزعجة التي لا حاجة منها. ثم يمكنك أن تقوم بمجموعة من الإضافات هنا حتى تلاحظ أن الصوت أصبح جيدا، ثم بعد ذلك تستكمل العمل بالفيديو. إذا كما نلاحظ هذه مجموعة من الإعدادات التي قمنا بها. الآن يعني أظن أنني لم أتطرق إلى الكتابة. الكتابة سوف نتطرق الآن إليها. تذهب إلى Annotation، ثم تختار Text. مثلا إذا أردت أولا أن تقوم بإخفاء شيء في الفيديو، تذهب إلى هنا Blur، ثم تقوم باختيار بلور في البداية هنا، ثم تقوم بإنزاله إلى المكان الذي تريده. سوف نقوم بتصغير الخط هكذا، يعني دائما قم بالتصغير حسب ما تحتاجه. مثلا أنا في هذه المنطقة أريد أن أقوم بإخفاء هذا المؤقت أو هذا الشريط في الأعلى. تضغط على بلور ثم على السهم في الأعلى. إذا كنت تؤشر على اليد فلن تقوم بالتعديل، فسوف تحرك كل شيء. أما إذا اخترت السهم فسوف تحرك ما قمت باختياره. ثم مثلا سوف أقوم بنقله إلى الأعلى، فهو يعطيني هذه الخطوط الصفراء وهي عبارة عن حدود الفيديو الذي قمت بتسجيله. ثم سوف أقوم بإخفاء هذا الفيديو. كما نلاحظ تم إخفاؤه بدون أي مشكلة. هذا السؤال طرح علي كثيرا. الآن أحاول أن أجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بالمونتاج. إذا كما نلاحظ هذا أمر جيد جدا. فيما يخص الكتابة كما قلت يمكنك إضافة تكست. مثلا سوف نقوم بإضافة تكست، مثلا هذا التكست سوف نقوم بسحبه ووضعه في المكان الذي نريد أن يظهر فيه. كما نلاحظ هذا هو التكست، وهذا التكست بدون تعديلات، يعني بدون مؤثرات في الدخول والخروج. مثلا سوف نكتب Arab Droid. إذن أتمنى أولا أن تستحملوا الفيديو، فهو سوف يكون طويل لكنه سوف يكون مفيد إن شاء الله. فيما يخص التكست تقوم بدبل كليك على التكست بزر الفأرة الأيسر، ثم تختار اللون الذي تريد أن يظهر به التكست. مثلا أنا أختار اللون الأبيض، ثم يمكنك تغيير حجمه وشكله. كل شيء يمكنك تغيير أيضا حجمه كما نلاحظ هنا. فيما يخص هذا المربع أيضا يمكنك أن تذهب إليه وتقوم بمجموعة من الإعدادات عليه بدون أي مشكل. كما نلاحظ يمكنك وضعه هنا مثلا كلوجو عوض، إذا لم تضع لوجو يمكنك وضعه هكذا في الأعلى بدون أي مشكل. ثم هنا لدينا في حرف A نقوم بهذه الإعدادات. أما في هنا في هذا الخيار الـ Annotation يمكنك التغيير على هذا المربع وعلى محيط المربع. كما نلاحظ سوف نقوم بالتغيير أولا على المربع، سوف نختار اللون البرتقالي. كما نلاحظ تم تغييره بشكل ظاهر جدا. هنا أيضا يمكنك أن تقوم بتغيير المربع إلى دائرة أو إلى فكرة أو لا أعرف. هنا يمكنك أن تجعله غير ظاهر بشكل كامل. كما نلاحظ تقريبا اختفى المربع. هنا فيما يخص الخط الذي يحيط بذلك المربع يمكنك أن تقوم بتكبيره أو تصغيره. كما نلاحظ هنا يمكنك وضعه كلون أسود، أنا شخصيا أضعه في بعض الأحيان هكذا. إذا هذه بعض التغييرات على الكتابة، لكن لم نقم بإضافة تأثيرات على الكتابة، هذه فقط تعديلات. فيما يخص التأثيرات فيجب علينا أن نذهب إلى هذا الخيار وهو Behavior أو Translation يعني التحريك. هنا فيما يخص هذا الخيار يعني كيف تظهر الصورة وكيف تختفي. اختار أي خيار تضغط عليه سوف يريك كيف تظهر وكيف تختفي. يعني كما نلاحظ مثلا سوف أختار هذا الخيار، أقوم بالضغط عليه وسحبه هنا في وسط الكتابة. ثم كما سوف نلاحظ سوف نعيد الفيديو إلى البداية، ثم تضغط هكذا على Play. كما نلاحظ أرأيتم كيف قام الفيديو كيف قامت الكتابة بالدخول وكيف قامت بالخروج. ثم إذا أردت إزالته تختار هذا الخيار الأول ثم الخيار الثاني، وقد قمنا بإزالة هذا الخيار. هنا لدينا أفضل خيار مختلف عن Transition وهو Behavior أو لا أعرف كيف تنطق. هنا لدينا مجموعة من الخيارات التي سوف نقوم بالتطرق إليها. مثلا هذا الخيار سبق أن رأيته على القناة. إذا Jump and Fail يعني الصعود أو النزول أو القفز، يعني القفز والسقوط. إذا تقوم بالضغط عليه وتضعه على الكتابة، أو أيضا يمكنك أن تضعه على أي فيديو. إذا هذا الخيار مختلف عن الخيار السابق، فهذا الخيار جيد جدا ويعطيك إمكانية رائعة كما سوف نلاحظ. يقوم بالتحريك وإعطاء موشن رائع أو حركة جيدة جدا كما نلاحظ. إذا هذا الخيار إذا لم تكن تريده كل ما عليك هو أيضا الذهاب إلى Property، ثم يمكنك أولا التعديل عليه كما تريد. فهناك مجموعة كبيرة جدا من التعديلات على هذا الخيار. إذا لم تريده تضغط على علامة في هنا
وقد تم إزالته بدون أي مشكل، يمكنك إضافة خيار آخر من هذه الخيارات. إذا هذا فيما يخص الكتابة، ونفس الشيء على الفيديو، أي إذا أردت القيام بمجموعة من إضافة تأثيرات على الفيديو فهذا هو الأمر المناسب. نذهب الآن إلى الأنيميشن. الفيديو كما قلت سوف يكون طويل، لذلك أتمنى أن تتحملوه قليلا. نذهب الآن إلى الأنيميشن، ثم نختار الفيديو الذي نريد أن نقوم به بوضع أنيميشن له. مثلا سوف نقوم باختيار الخيار الخاص بالتسجيل الذي قمت به على الهاتف، أو بدون قيام بأي اختيار، فقط اضغط في أي مكان في خارج هذه الاختيارات أو خارج هذه التراك، ثم بعد ذلك تقوم بالزوم انطلاقا من هنا كما نلاحظ. يعني تقوم بالزوم انطلاقا من هنا، مثلا تريد الزوم على أي شيء معين، كما نلاحظ تم الزوم بكل بدون أي مشكل. سوف تلاحظ في الأسفل ظهور هذه الخيارات وهي الخاصة بالزوم. مثلا سوف نعطيه من البداية، كما نلاحظ سوف يظهر الزوم الآن، ثم عند الانتهاء من الزوم تريد العودة إلى الوضع الأساسي تضغط على إيقاف، ثم تقوم بإرجاعه إلى الوضع الأساسي بدون أي مشكل. وأيضا البرنامج بنفسه يساعدك، لكن لاحظ لكي لا تترك بعض الأجزاء ظاهرة كما نلاحظ هنا، فهو الآن بشكل جيد. قمنا بالزوم إن والزوم أوت، زوم وليس زوم، آسف على هذا الخطأ، فالفيديو طويل لذلك أصبحت أفقد العقل. إذا فيما يخص الخيار الآخر وهو Voice Narration، هذا الخيار مثلا لو أن الفيديو ليس به صوت وأردت أن أقوم بإضافة تعليق خاص بي، لدي فيديو أريد إضافة تعليق بالصوت، كل ما عليك هو أولا أن تقوم باختيار البرنامج أو الأداة التي تريد أن تقوم بالتسجيل بها. مثلا أنا لدي ميكروفون USB ولدي أيضا الميكروفون الخاص بالحاسوب. الميكروفون الخاص باليوسبي فأنا أستخدمه حاليا، لذلك سوف أختار الميكروفون الخاص بالحاسوب، ثم تضغط على هنا Start Voice Recording، تقوم بتخفيض أولا حدة الصوت إذا أردت أن يكون الصوت قوي جدا، مرتفع أو منخفض، ثم تضغط على Start Recording Voice وسوف يبدأ بتسجيل الصوت بدون أي مشكل. وعند الانتهاء من تسجيل الصوت تضغط على Stop، وهكذا قد قمنا بتسجيل الصوت، يجب عليك أن تقوم بحفظه. إذا أردت حفظه احفظه في الملف الذي أنت تعمل عليه حاليا، Enregistre. كما نلاحظ هنا سوف يتم إضافة الصوت. إذا سوف أقوم بإزالة هذا الصوت، وكما قلت لكم يمكنكم اختيار ميكروفون أفضل من الميكروفون الموجود على الحاسوب. إذا هنا في الأوديو إفكت كما سبق أن شرحنا هذا الخيار، هذا الخيار في بداية الصوت يمكنك أن تجعل الصوت يبدأ بشكل منخفض ثم يرتفع، وهذا يعطي جمالية جدا. وهنا أيضا في سرعة الفيديو. هنا لدينا فيزيوال إفكت. في فيزيوال إفكت مثلا إذا أردنا هذا الجهاز أو هذا الهاتف أن نضيف إليه ظل في الخلف مما يعطي جمالية جدا للفيديو. كما نلاحظ هذا هو الهاتف 6P720، تضغط على دروب شادو ثم تقوم بسحبه ثم وضعه في هذا الخيار. كما نلاحظ تمت إضافة ظل، لا يظهر بشكل جيد لكن يمكننا أن نظهره بشكل أفضل. تقوم هنا بالتعديلات التي تريدها، مثلا سوف أضعه في الوسط هنا في هذا المربع أنجل، تم وضعه في الوسط مثلا هنا. يعني مجموعة من الخيارات التي يمكنك القيام بها حسب ما تريده أنت شخصيا لتجعل الفيديو أفضل. قمنا بهذا. إذا أتمنى أن نكون لم أنسى شيء. سوف نستكمل الفيديو، كما نلاحظ ليس هناك خيارات جيدة. كما قلت هنا في البداية في ميديا لدينا library أو يمكن أن نسميها مكتبة. في المكتبة إذا قمت بالذهاب إلى موقع كامتازيا سوف تجد مجموعة من الإضافات، ويعني الكتابة تتحرك وهكذا، يعني تلك الأمور أو الإضافات أو الإفكت التي نقوم بإضافتها للفيديو. مثلا إذا أردت أن أقوم بعرض السوشيال ميديا مثلا facebook.com/arabdroid سوف تجد مجموعة من الخيارات لإضافة هذه الإعدادات أو التعديلات. كما نلاحظ فهناك أيضا Animated Background، يمكننا الضغط وسحبها إلى هنا ووضعها هنا كما سوف تلاحظون معي Animated Background، ولكن هي ب720p. إذا كيف أقوم بتصغيرها؟ كل ما عليك هذه كباك جراوند، يمكنك استخدامها أنت شخصيا كباك جراوند لكنها كبيرة جدا، لذلك تقوم باختيار الباك جراوند ثم تختار السهم. إذا لم تريد أن تقوم بإنشاء باك جراوند باستخدام الفوتوشوب، يعني قم باستخدام أي باك جراوند من هذه الموجودة هنا. يعني هنا قائمة كبيرة جدا، ليس بالباك جراوند فقط بل مجموعة من الخيارات التي يمكنك إضافتها والأيقونات التي يمكنك إضافتها للفيديو. إذا نقوم بمسحها كما نلاحظ تضع أو على هذا الشكل، سوف نقوم بمسحها. آخر شيء أقوم به أنا شخصيا هو أقوم بإضافة اللوجو والإنترو، لكن قبل إضافة اللوجو والإنترو أقوم بجمع هذه الملفات. كيف ذلك؟ أقوم بوضع هكذا هذا الخيار، ثم أقوم برفع
هكذا، ثم أنزل إلى الأسفل وأقوم بسحب الضغط والسحب بزر الفأرة الأيسر، ثم أقوم باختيار كل شيء، ثم أضغط بزر الفأرة الأيمن على التراك الأول، ثم تضغط على جروب، وهكذا يتم جمع كل شيء لكي لا تفقده. الآن أقوم بإضافة الضغط على علامة الزائد هنا، ثم Import Media، سوف أقوم بإضافة اللوجو الخاص بي وأيضا الانترو. الآن كما نلاحظ فقد قمت بإضافة اللوجو والانترو، إضافة إلى ذلك فقمت بإضافة هذه الخاصية والتي سوف أشرحها لكم. هذا الفيديو قمت سوف أريه لكم أولا. هذا الفيديو قمت ب يعني الحصول عليه انطلاقا من تطبيق، على كما نلاحظ هذا يظهر في بداية الفيديو دائما، لابد أنكم رأيتموه في الفيديوهات السابقة. قمت بإضافته انطلاقا من تطبيق لا أتذكر اسمه لكن على الأندرويد. إذن هذا الفيديو أقوم بإضافته للفيديوهات الخاصة بي، قمت بهذه الكتابة ووضعها على ذلك التطبيق وحصلت على الفيديو، لكن بخلفية سوداء ولا يظهر الفيديو الذي نقوم بالاشتغال عليه. أول شيء بعد أن أقوم بإضافته هو أقوم بإزالة الصوت بنفس الطريقة التي شرحتها في البداية، تضغط على Property ثم الصوت ثم تقوم بإزالته إلى الصفر. ثاني شيء هو Opacity، الأوباسيتي بمعنى الظهور، نسبة الظهور. هنا لدينا 100%، أنا شخصيا أختار 80%، وكما نلاحظ سوف تختفي الخلفية لكن ليس كليا، يمكنك إخفاء كل شيء كليا، يمكنك أن تركه هكذا لا أعرف حسب ما تريد. مثلا لدي هنا الفيديو طويل، أقوم بمثلا عندما يتم مسح الكتاب وتظهر هذه النافذة البيضاء كما نلاحظ هنا، أقوم بالسحب، أقوم بوضع زر الفأرة أو الماوس على الجانب الأيمن، ثم أقوم بسحبها حتى المكان الذي أريد أن ينتهي فيه ذلك الفيديو. إذن سوف نلاحظه الآن كيف يظهر. إذن كما نلاحظ في هذه البداية، ثم عندما يصل إلى النقطة التي أوقفته فيها سوف ينتهي، وهكذا يعني نفس الشيء بالنسبة للفيديوهات الأخرى. الآن بقي لنا اللوجو وهو آخر شيء تقريبا أضيفه قبل الانترو. أقوم بسحب اللوجو هنا، ثم أقوم بسحبه من الجانب أي الأول للفيديو إلى آخر الفيديو، يعني هذه هي المرحلة الأخيرة في الفيديو أو في المونتاج. ثم كما نلاحظ هنا أقوم بتكبير الشاشة وذلك بالدائرة الموجودة على الهاتف، لا على الماوس، لا أعرف اسمها شخصيا لكن أريد أن أوضح. إذن أولا تضغط على السهم هكذا، ثم كما نلاحظ فيقوم بتغيير الشكل، لكن هناك خيار كنترول، إذا ضغطت على زر الكنترول في الحاسوب كما نلاحظ تم تصغيره في المنطقة التي كان فيها إلى الوسط. ثم بعد الانتهاء تقوم بسحبه إلى أي مكان، مثلا أنا هنا إلى الجانب الأعلى إلى اليمين، ثم بالأسهم الموجودة على الكيبورد أقوم بالنزول إلى الأسفل مرتين ثم ثلاث مرات، وهكذا أضعه في مكانه المناسب. أقوم أيضا بتعيين كل شيء ثم أضغط على زر الفأرة الأيمن ثم جروب. الآن بعد أن قمت بذلك أقوم بإضافة الانترو، أقوم بالضغط على الانترو وسحبه إلى هذا المكان، ثم أقوم بسحب الفيديو هكذا، ثم أضع الانترو في البداية والفيديو خلفه، ثم أذهب إلى آخر خيار وهذه آخر يعني آخر إعداد في هذا الفيديو وهو annotation، سبق وأن شرحته في ليس annotation بل transition. ثم بعد ذلك أنزل إلى هذا الخيار وهو glow أو حتى يعني هو شبيه بالبلور. إذن أقوم بالضغط عليه وسحبه هكذا إلى بداية إلى نهاية الانترو وبداية الفيديو، ثم كما نلاحظ سوف أحصل على هذا الخيار. كما نلاحظ هذا التأثير بين الفيديو والانترو، لم يكن في البداية لكنه موجود الآن. الآن انتهينا من الفيديو بالكامل، نقوم بحفظه، وهذا هو الخطأ الشائع الذي يقع فيه الكثير من مستخدمي كامتازيا. عندما تقوم بحفظه فأنت لا تقوم بحفظه بالشكل، في البداية لا تقوم بتعيين حجم الفيديو لكي يظهر في اليوتيوب بشكل جيد، يعني يمكن في جوانب الفيديو في اليوتيوب تظهر في الجانب الأيمن بالأسود والجانب الأيسر بالأسود، يكون الفيديو في الوسط. هذا أمر خاطئ وشائع كما وضحت في الفيديو في بداية الفيديو، تقوم بتعيين تلك الإعدادات. في النهاية عندما ننتهي من الفيديو ونريد حفظه لكي ننشره على اليوتيوب تذهب إلى شير هنا، لكن قبل ذلك يمكنك مشاهدة الفيديو الخاص بك يعني نهايته يعني كيف يظهر. تذهب إلى هنا خيار الخاص بالزوم 50% كما لاحظت، ثم تختار هذا الخيار كانفاس، ثم سوف يظهر لك الفيديو، تضغط على زر المربع، ثم كما نلاحظ نقوم بتكبير هكذا الفيديو
كي نلاحظ إن كان أي عيوب نقوم بتعديلها قبل أن نقوم بحفظ الفيديو. نعيد الفيديو إلى بدايته ثم نقوم بتشغيل الفيديو، نشاهد الفيديو هل هناك أي مشكل في الفيديو. كما نلاحظ هذه طريقة بسيطة وفيديو قمت بتعديله بسرعة كبيرة، يعني يمكنكم القيام بهذا بدون أي مشكل، يظهر الفيديو بشكل جميل جدا وبدون أي عيوب. عند الانتهاء تلاحظ أن الفيديو الخاص بك جيد جدا. سوف نقوم الآن بحفظه، تضغط على علامة شير في الأعلى إلى اليمين باللون الأخضر، ثم لوكيت فايل بمعنى تحديد المكان الذي سوف يتم وضع الفيديو فيه، تضغط على علامة نجمة، ثم تقوم باختيار هنا 720 بي MP4 only up to 720 بي، ثم بعد ذلك تضغط على سويفون هنا لدي بالفرنسية، ثم تختار اسم البروجكت مثلا كامتازيا 9، ثم بعد ذلك تضغط على الملف هنا لكي تضع أين سوف تضع هذا الفيديو، تختار مثلا البيرو أو ديسكتوب، ثم أضغط على انغوجيستري هكذا، ثم بعد الانتهاء تضغط على تيرميني، ثم سوف يبدأ نقوم بإزالة سوف يبدأ الفيديو ب باندرينج، لا أعرف اسمها بالعربية بالضبط، لكن المعالجة على ما أعتقد ليس المعالجة. المهم الأمر هو أن الفيديو يقوم الآن بالانتهاء أو البرنامج يقوم بالانتهاء من حفظ الفيديو. والغريب في الأمر أن كامتازيا 9 عكس كامتازيا 8، فكامتازيا 9 فالرندرينج يأخذ وقت طويل جدا، لكن الكاليتي أو الفيديو يظهر بكاليتي جيدة، لا يقوم البرنامج بتخفيض الكاليتي أو ما يسمى بالجودة، جودة الفيديو لا تنخفض بشكل كبير جدا عكس كامتازيا 8 فقد كانت الجودة تنخفض بشكل كبير. إضافة إلى هذا فكامتازيا 9 فهو يعمل على ال 64 بت، يعني نواة ال 64 بت، إذا كانت لديك نواة ال 64 بت فهذا أفضل لكي تعمل عليه، إذا كانت لديك مثلا نواة ال 32 بت فكامتازيا 9 لا أظن أنه سوف يعمل كامتازيا 8. كيف تعرف ما هي نواتك؟ تذهب إلى الملفات ثم بعد ذلك كما نلاحظ سو بي سي أو ديسكتوب أو لا أعرف كيف في اللغة التي تضعها على هاتفك أو حاسوبي، ثم تضغط على بروبريتي، ثم سوف تلاحظ أن مجموعة من المعلومات حول حاسوبك، كما انتظر معي لكي نرى. كما نلاحظ هنا أنا لدي حاسوب لينوفو، كما نلاحظ هنا كما نلاحظ سيستم ديكسبلواتاسيون ديكسبلواتاسيون بالفرنسية، مع كثرة اللغات بدأت أنني أفقد الصواب. سيستم ديكسبلواتاسيون 64 بيتس وبروسيسور أيضا 64 بيت، يعني أنا السيستم وهو نظام الويندوز الذي أضعه على الحاسوب فهو 64 بيت، وأيضا البروسيسور فهو يدعم 64 بيت، وكما نلاحظ أيضا فمقاومة الهاتف. إذا بعد الانتهاء من الفيديو سوف يظهره لك على الميديا بلاير، يمكنك أن تقوم بتشغيله، وهنا تكون آخر ملاحظة للفيديو قبل أن تقوم بنشره على اليوتيوب. فهذا الفيديو كما نلاحظ يملأ الشاشة بالكامل وهو جيد جدا، يعني هذا قمت به اليوم، لم أقم بأي شيء أو أي مجهود كما لاحظتم معي في الفيديو. عند الانتهاء تقوم بنشره على اليوتيوب بدون أي مشكلة. إذا كان هذا الفيديو حول شرح لبرنامج كامتازيا، كان أعتقد أن هذا أطول فيديو لدي على القناة، لكن أتمنى أن يكون قد نفعكم. وكل الأشخاص الذين أرادوا المنفعة وأرادوا أن يتعلموا هذا البرنامج فسوف يشاهدون الفيديو حتى الأخير. إذا كانت لديكم أي أسئلة قوموا بوضعها بتعليق، إذا وجدت أن مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الخيارات لم يتم فهمها سوف أيضا أضع نسخة ثانية من هذا الفيديو وأشرح فيه الأشياء التي لم أشرحها في البداية، واعذروني على الصوت فالفيديو طويل ويعني كان لدي مشاكل وهو صعب جدا في التسجيل. إذا لا تنسوا الضغط على إعجاب، مشاركة الفيديو، اشتراك في القناة. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.